عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة أم ريم. اليوم إن شاء الله تحضر معايا صلصة الجبن أو لا صلصة الفرماج، كتجي رائعة بزاف بزاف. عندي هنا في المكونات كاس ديال الحليب، معلقة صغيرة ديال النشا أو الدقيق، جوج فرماجات متلتين، شوية ديال الملح وشوية ديال البزار، وهنا شوية ديال الزعتر، وهنا خديت غير شوية ديال الفرماج حمر، يعني ماشي بزاف كيف ما كتشوفوا، قطع صغيرة بزاف. وندوزو هنايا للطريقة إن شاء الله. أول حاجة غادي ندير، غندير الحليب في كاسرونة وغنزيد عليه النشا. أنا هنا دايرة معلقة صغيرة ديال النشا، كلكم تعوضوا كيف ما قلت لكم الدقيق، وغادي نخلطها مزيان باش كتجانس مع الحليب. خلطو مزيان باش ما يكحتلش هذاك النشا، يكحتلش لتحت. من بعد غادي ناخذ هاد الفرماج هذا مثلث، الا ما عندكمش وعندكم الجبن حتى هو ديروه، غير هنا كيعطي واحد النكهه زوينه هاد المثلثات هذا. وغنديروا دابا فوق البوطه، هنا غير كيدير الغليه الاولى كنحيدوه، وكندير الملحه والبزار، ما كتروش الملح حيت الفرماج كما كنعرفوا واحد النسبه ديال الملوحه، غير شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. وهنا انا نكهتو بالزعتر، وكاين اللي كينهكو بشويه القزبر ومعدنوس طري، يعني ما يكونش وما يكونش مطحون بزاف، غير شويه بحال غير تهرسوه شويه بالموس، غير شويه ماشي طحنوه وديروه. المهم اي نكهه بغيتو ديروه، ديروه في المحلات اولا في سناك تيديروا فيه القزبر ومعدنوس، راك تشوفوا واحد الطريفه تيكون هكا خضرين باينين، هو هذاك. وهنا غادي نزيد الفرماج، صافي غادي نخلط مزيان باش هاد المكونات تخلط مع بعضياتها والفرماج في نفس الوقت يذوب هاد السخونه هذه ديال الحليب. باش يسهل لكم الفرماج يذوب حكوه احسن باش دغيا كيذوب، هكا طريفات كياخذ شويه ديال الوقت باش كيذوب، من الاحسن حكوه عاد باش ديروه. والحليب كيكون سخون مزيان باش هو كيعاون شويه الفرماج حتى هو كيذوب. انا هنا حسيت باقي واحد الطريفات ديال الفرماج كيف ما كتشوفوا الاحمر وقع، لان كيف ما شفتوا درتو طريفات كبار شويه، نورمال خاصني نحكو او نقطع طريفات صغار باش دغيا كيذوب. انا هنا غندوزو في مولينيكس باش نتاكد ان كاع المكونات كلها دايبه، ما بقى حتى شي حاجه صاينه. وهذا شكل النهائي ديال صلصه الجبن اولا صلصه الفرماج، كتجي رائعه بزاف، يمكن نديروها في بزاف ديال الحوايج، نديرو نسقيو بها الهامبرغر الا ما عندناش الصوص ديال الهامبرغر، يمكن نديروها في البيتزا، نديروها مع بطاطا مقليه، يعني كتليق بزاف ديال الحوايج، وكيف ما شفتوا اقتصاديه وسريعه. وهنا القوام ديالها كيف ما كتشوفوا كيجي ثقيل، يعني من اي حاجه درتوها فيها تبقى شاد، ولا بغيتو يعني يكون ثقل من هكا غادي ديروا في عوض معلقه صغيره ديال النشا، غادي ديروا معلقه كبيره ديال النشا اولا الدقيق. القوام نتوما كتحكموا فيه كيف ما بغيتو القوام ديالو، يمكن لكم ديروا كيف ما كتشوفوا حتى معلقه صغيره، راها دارت هاد السمك هذا اللي هو ثقيل شويه، ويمكن اللي دار في اي حاجه وغيبقى ثابت عليها، وكيجي بنين بنين بزاف. كنتمنى الوصفه تجربوها وتنال اعجابكم، وما تنساوش ديروا ليا لايك وابوني باش يوصلكم الجديد. شكرا على الدعم ديالكم وبالصحه والعافيه.